السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة سريعة جدا وكمان صحية، متاخدش وقت على النار، وهي شوربة خضار بس باللحمة. لو حد فيجيتيريان عايز يعملها يعمل نفس الخطوات بالظبط من غير اللحمة بس كده. أول حاجة هعملها إن أنا هقطع مكعبات لحمة صغيرة جدا وأتبلها بالصويا صوص، عشان هسيبها تتبل حوالي 10 دقايق على ما أخلص بقية الحاجة. معايا بصل وثوم، طماطم وكرفس وجنزبيل وروزماري وبطاطس متقطعة مكعبات صغيرة، جزر وكوسة وبصل أخضر. علشان بحب أتقل القوام بتاع الشوربة هحط البصل والثوم في الكبة وعليهم معلقتين من زيت الزيتون، وهفرمهم كويس جدا وهحطهم في الحلة مع معلقة زبدة صغيرة. أنا حطيتهم الأول علشان يتشوحوا وياخدوا لون وينزلوا شوية من المية بتاعتهم، وبرضه عشان عايز القوام يكون تقيل هحط طماطمتين مع مرقة اللحمة ومعلقة صلصة في الكبة، أحط عليها شوية مية علشان تبقى سهلة في الفرن. بعد دقيقتين والبصل والثوم يتشوحوا على النار هبتدي إن أنا أحط اللحمة وهقلبها كويس جدا عشان تنزل ميتها. أنا ما استخدمتش لحمة كتيرة خالص، أنا بس حطيتها علشان بيكون طعمها حلو وأنت بتشرب الشوربة وتيجي في بقك. وبعدين هحط الميكس بتاع الطماطم والمرقة وهحط عليه شوية مية علشان أبتدي إن أنا أخفف الشوربة. وزي ما قلت عادي إن الشوربة دي تتعمل من غير لحمة أصلا، هي مجرد المرقة هتبقى كافية. هبدأ بالخضار اللي هياخد وقت أكتر على النار وهو البطاطس والكوسة. أنا كنت بكره شوربة الخضار وبفتكر إن هي أكل عيانين، بس فعلا لما بتتعمل صح بيبقى طعمها جميل جدا. هحط عودين روز ماري وهحط جنزبيل شوية بس، بيخلوا طعم الشوربة كويس جدا وقوي بدل ما يكون طعمها خضار سادة. هغلي اللي في الشوربة شوية زيادة عن الباقي بثلاث دقايق وهتبلها بشوية ملح وفلفل، وبعدين هحط باقي الخضار اللي احنا مقطعينه اللي هو الكرفس والجزر والبصل الأخضر. كل ده والنار على ميديوم هاي هيت، والخضار كده كده ما بياخدش وقت على النار. هتبله بشوية بابريكا، شوية شطة، شوية زعتر، ونقطة ريحان، وشوية أوريجانو، ودول اختياري 3 فصوص حبهان، وورقتين لوري، وآخر حاجة ربع معلقة من مرقة الخضار. هنقلب كله مع بعض ونسيبها لمدة من 5 ل10 دقايق زيادة. في ناس بتحب تزود فاصوليا خضراء وذرة، وطبعا دي حاجة ترجع لكم شخصيا. مفيش حاجة بسيطة وهتكون خلصت وجاهزة ان هي تتقدم على طول. الأكلة دي سهلة جدا وسريعة ومش محتاجة اي افتكاسة ولا سايد ديش، والأهم من ده ان هي صحية وفيها كل عناصر الفيتامينات وبروتين وفايبرز. رش عليها شوية بقدونس وكمان هحط نص ليمونة، وبكده اكون خلصت الطبق السريع ده. بياخد توتال التحضير 3 ساعة 25 دقيقة، وبتكون قاعدة الترابيزة بتاكل. بلاش السمعة الوحشة بتاعت شوربة الخضار، جربوها بالطريقة دي وقولولي رأيكم في الكومنتات. ان شاء الله تعجبكم، والهنا والشفا.